ما هو تفسير رؤية ظفيرة الشعر في المنام؟ إن ظفيرة الشعر هي عبارة عن القيام بربط خصال الشعر بطريقة متشابكة معا، وهي من أكثر تسريحات الشعر انتشارا بين النساء والفتيات، وقد يراود حلم ظفيرة الشعر النساء أو الرجال، مما يجعلهم يتساءلون عن معنى وتفسير الحلم. تابعوا معنا. ابن سيرين يقول: تفسير رؤية ظفيرة الشعر في المنام هي دلالة على أن هناك العديد من التغييرات الجذرية التي ستحدث للرأي وستغير من حياته بشكل كبير. تفسير رؤية أن الرأي يقوم بعمل ظفيرة لنفسه هي إشارة إلى النجاح والتفوق وقدرة الرأي على الوصول إلى الأشياء النافعة وإلى النجاح والتوفيق في حياته. تفسير رؤية الشعر المظفر في المنام هي دلالة على أن الرأي سيسمع في الأيام القادمة الأخبار المفرحة والسارة التي ستجعل حياته سعيدة وتغيرها بشكل أفضل. تفسير رؤية ظفيرة الشعر باللون الأبيض هي دلالة على أن الرأي ستحدث في حياته بعض الأمور المستحبة والتي سيتمكن من التخلص منها سريعا. أما رؤية ظفيرة الشعر في المنام على العموم هي دلالة على الرزق والمال الوفير الذي سيتحقق للرأي من خلال العمل أو ميراث يحصل عليه. تفسير رؤية ظفيرة الشعر في المنام للمتزوجة. تفسير رؤية المتزوجة أنها ستقوم بعمل ظفيرة لنفسها في المنام دلالة على السعادة والفرح التي ستغمر حياة الرائية وتجعل حياتها سعيدة. تفسير رؤية ظفيرة الشعر للمتزوجة في المنام هي دلالة على تحسن الأحوال المعيشية والمادية لها ولزوجها في القريب العاجل. وتفسير رؤية قص المرأة المتزوجة لظفيرة الشعر هي دلالة على المتاعب والصعوبات والأزمات التي ستواجه الرائية في حياتها وسيؤدي إلى طلاقها. تفسير رؤية ظفيرة الشعر في المنام للعزباء هي بشرى لهذه الفتاة بقرب زواجها من رجل صالح يحبها لتكون بذلك حياتها سعيدة ومستقرة. تفسير رؤية الفتاة العزباء تقوم بتظفير شعرها بنفسها في المنام دلالة على النجاحات والتفوق التي ستحققها الرائية حيث ستصل إلى كل أحلامها. تفسير رؤية الفتاة العزباء أنها قامت بعمل ظفيرة شعرها ثم قامت بفكها هي دليل على أن هذه الفتاة سوف ترتبط بحبيبها ليكون خطيبها ثم تفشل العلاقة لتتركه فيما بعد. تفسير رؤية ظفيرة الشعر في المنام للحامل. تفسير رؤية ظفيرة الشعر الجاهزة في المنام للحامل هي علامة على أن هذه السيدة ستنجب جنين ذكر والله أعلم. أما عن رؤية الحامل أنها تقوم بعمل ظفيرة في المنام هي دلالة على أن الرائي حامل في جنين بنت والله أعلم. تفسير رؤية الظفيرة السهلة في المنام هي دلالة على أن الرؤية سوف تعيش حياة هادئة تميل إلى الاستقرار، كما أنها تدل على الولادة السهلة الخالية من المتاعب. تفسير رؤية ظفيرة الشعر في المنام للرجل. تفسير رؤية الرجل ظفيرة الشعر في المنام دلالة على أن الأيام القادمة في حياة الرأي ستشهد نجاحا وتفوقا في الحياة المهنية والوصول إلى المناصب وتحقيق الترقيات والعلاوات والنجاح في العمل. أما تفسير رؤية الشاب لظفيرة الشعر في المنام هي دلالة على قرب ارتباطه بفتاة جميلة تتمتع بقدر عال من الأخلاق.